نعم أهلا بك. بداية دعيني أن أحاول أن أجعل الكاميرا تجيب على سؤالك فيما يتعلق بمشهد الفعادات. يعني عاد كما كان ربما مع الأيام الأولى، مشهد الاصطفاف الكبير للمساعدات أمام المعبر. المشهد هذا ربما يعني لم يتغير على مدار 49 يوم الماضية أو منذ بداية الحرب. اصطفاف الشاحنات في أمام المعبر أو في محيط المعبر، رأينا هذا المشهد في مدينة الشلاق القريبة في الشيخ زويد، وفي الأيام الأخيرة رأيناه بشكل مكثف أيضا في مدينة العريش، حيث كان هناك اصطفاف لهذه الشاحنات الممتلئة عن آخرها بالمساعدات الإنسانية بالمستلزمات الطبية. كثير منها يأتي من قبل الجمعيات المصرية وأيضا من قبل المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش خلال الفترة الماضية. بالفعل كما ذكرت، أحد بنود هذه الاتفاقية أنه سيكون هناك سماح بدخول كميات أكبر من الشاحنات. نحن نتحدث عن 200 شاحنة ستدخل يوميا، وهو 4 أضعاف ما كان يتم أو ما تم الاتفاق عليه خلال أيام الحرب من دخول 50 شاحنة فقط أو متوسط 50 شاحنة فقط، كان أحيانا تزيد أو تقل على حسب عمليات التفتيش. أيضا من المشهد في المعبر هو انتشار أيضا لسيارات الإسعاف. من المتوقع أن يكون هناك عدد من المؤتمرات الصحفية اليوم أمام المعبر، سواء لمندوبين من جامعة الدول العربية، هناك أيضا سيكون هناك زيارة لرئيس وزراء إسبانيا وأيضا بلجيكا، سيكون هناك ربما حديث معهم للتعقيب على هذا المشهد وحضور. ويبقى المشهد الأبرز وهو المتعلق بالدولة الأولى من المخطوفين، ولكن ليس واضحا إذا سيكون هناك سماح لنا بتصوير هذا المشهد أم أنه سيكون وفق آليات معينة. بحسب ما علمنا بأنه بالفعل سيكون الخروج من معبر رفح، ولكن احنا نتحدث من أمام البوابة الخارجية للمعبر، هناك بوابة أخرى في الداخل. سيكون هناك ربما استقلال لحافلات والدخول من طريق آخر أو خروج بشكل مباشر من البوابة من خلال هذه الحافلات للانطلاق إلى مطار العريش كما تحدثت بعض المصادر، ولكن ليس من الواضح حتى الآن كيف ستكون، ولكن ما علمنا بأنها ستكون مع ساعات ما بعد الظهيرة. هذا المشهد سيكون مع ساعات ما بعد الظهيرة ما بين 3 والـ4 بالتوقيت المحلي المصري. أحمد، ماذا عن دخول المساعدات؟ متى سيبدأ؟ والـ200 شاحنة التي ستدخل اليوم، ما طبيعة المساعدات التي تحتويها؟ هل هي مواد غذائية طبية في مجملها؟ نعم، هذه المساعدات من المفترض أن تبدأ يعني ربما خلال ساعات من الآن. يعني الحديث كان في الأيام الماضية بأنهم كانوا يدخلون على مدار اليوم، لا يوجد أي جدول زمني معين، هناك عملية تفتيش لهذه الشاحنات تتم. الآن الأعداد تضاعفت بالفعل، وهناك سيكون هناك تدفق لـ200 شاحنة كما ذكرنا فيما يتعلق بتطبيق لبنود هذه الاتفاقية. المكونات التي في هذه الشواحن هي خليط ما بين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. فيما يتعلق بالمواد الغذائية تحديدا، يعني كان هذا هو سؤالا مطروحا من قبل الكثير من الجمعيات الأهلية ومن أيضا المؤسسات الإغاثية، أغلبها هي لمكونات غذائية تفتح لتؤكل على الفور، يعني نتيجة أو طبيعة للظروف داخل القطاع. وبالتالي هذه المواد هي أغلبها معلبات، أغلبها أيضا زجاجات مياه بسبب نقص المياه في القطاع. أيضا هناك تركيز كبير جدا على المستلزمات الطلبية، وهذا ما رأيناه أيضا خلال الفترة الماضية، أن هناك اهتمام كبير جدا وأن يكون هناك أولوية للمستلزمات الطلبية. رأينا الكثير من الإغاثات تأتي يعني تحبز أن يكون هناك أدوية داخل القطاع جراء الحرب. هناك أيضا يعني سيارات إسعاف دخلت، ومن المتوقع أن تدخل أعداد منها خلال الـ4 أيام المقبلة فترة الهدنة. هناك محاولات حثيثة لأن يكون هناك تكثيف كبير لدخول أكبر كم ممكن من المواد الغذائية وأيضا من الأمور الإيوائية من الخيام والبطاطين وغيرها، وأيضا من المستلزمات الطبية، بالإضافة أيضا إلى النقطة الهامة والتي كانت أحد بنود هذه الاتفاقية، وهي المتعلقة بدخول شاحنات للوقود. يعني رأينا دخول شاحنات قليلة خلال الأيام الماضية بعد أن كان هناك منع، سيتم هناك دخول يعني كميات وقود بمعدل 130,000 لتر من السولار يوميا.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.